السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائنا الطلاب في المرحلة الابتدائية للصف الخامس الابتدائي والصف السادس الابتدائي، إن شاء الله في الفيديو ده هعرض لكم كتاب الأضواء جيم. هوريكم كتاب نازل محتوياته إيه وجاي معاه ملحقات إيه بإذن الله، وهعرض إن شاء الله الوحدة الأولى من هنا والوحدة الأولى من هنا عشان كل واحد يشوف بالنسبة للصف الخامس والصف السادس محتويات الكتاب إيه. أولا الكتاب بالنسبة للصف الخامس الابتدائي جايب معاه فاينل ريفيجنز أند إكزامز وكتاب الشرح، يعني معانا كتابين، ده غير البوستر اللي نازل مع الكتاب. البوستر ده فيه ملخص لمنهج كله سواء بالنسبة للصف الخامس أو السادس. عندي بالنسبة للصف الخامس مراجعة للكلمات المهمة على الوحدة الأولى ولجميع الوحدات لغاية الست وحدات اللي عندنا في المنهج. بعد كده بدأ يتكلم على، جايب لنا كمان الجزئية الجرامر اللي موجودة في المنهج لغاية الوحدة الستة، وجايب لنا كمان ازاي نكتب الباراجراف المطلوب مننا، وجايب لنا ازاي نجيب افكار ليه. طيب مع بعض، الوحدة الاولى بيتكلم في نصف الصف الخامس الابتدائي. اول حاجة جايب لي هنا حاجة اسمها برين جيم اللي هو حاجات عشان نشغل عقلنا وتمهيد كده لبداية الدرس، وبعد كده جايب لنا هنا المحادثة بالكلمات المهمة اللي عليها. بعد ما بدأ يشرح لنا كده ويوضح لنا الحاجات المهمة اللي فيها، بدأ يجيب لنا عليها ايه النقاط المهمة، وبعدين جاب أسئلة على المحادثة بس زي ما انتوا شايفين صفحتين، وبعدين جاب كلمات مهمة وبرضو شرح لنا بالتفصيل وعملها لنا بشكل تاني وبالمحادثة، وجاب برضو النقاط المهمة اللي فيها، وجاب لنا عشان نبدأ نتعلم كتابة الكلمات المهمة من خلال الصورة عشان نكتب عليها كمان جمل، وبعدين أسئلة على الجزئية دي. وبعدين بدأ يتناول بعد كده جزئية الجرامر شرحها، وبعد أما شرحها جاب عليها أسئلة زي ما انتوا شايفين معايا، وجاب أسئلة كتير عليها اهو. وبعدين جزئية الصوتيات برضو شرحها بالصور ووضحها، وبعدين جاب عليها أسئلة اهي. وبعدين بدأ يعمل مراجعة على الوحدة الأولى ريفيجن عليه، ملخص اهوت على اللي حصل كله في الوحدة وعمل عليه مراجعة بالباراجراف. وبعدين بدأ هنا تسميع الكلمات اللي عندهم في الدرس في الوحدة الأولى، وهنا دي أسئلة الورك بوك كتاب الطالب، وهنا أسئلة عن الأزهر، وبعدين امتحان على الوحدة الأولى ككل، وامتحان كمان يعني امتحانين على الوحدة. وبعدين في الآخر عمل لهم جزئية كده للترفيه، تفكر واصنع، جايبها لهم. وبعدين عامل تقييم عشان تعرف تقيم نفسك على مستواك في الامتحان الأول والامتحان الثاني. طبعا مقسمه جزئية listening، جزئية reading، writing، والتوتال المجموع في الآخر من 40. جزئية listening اهو قايم نفسك جبت فيها كام، بعدين جزئية الريدينج قايم نفسك برضو، وفي الآخر جزئية الرايتنج قايم نفسك فيها، وبتدي درجات لنفسك حسب كل امتحان. طب ده كده بالنسبة للكتاب الشرح. تعالوا نشوف الكتاب الامتحانات اللي جاي معاه عبارة عن ايه. قال لي هنا ان هو عبارة عن مراجعة للمهارات، بنعمل الأول مهارات الاستماع، شرح هنا ازاي نقوي مهارات الاستماع وعملنا تدريب عليها، وبعدين تناول بعد كده مهارة القراءة، وبعدين مهارة الكتابة، ومراجعة على الجرامر، وكمان على ازاي نسأل أدوات الاستفهام وعلامات الترقيم. وبعدين بدأ يعمل امتحانات شهرية اهو، جايب امتحان 9 أكتوبر، شهر أكتوبر الامتحان الأول، وبعدين امتحان ثاني على شهر أكتوبر برضو اهو، وامتحان شهر نوفمبر، وهكذا مجموعة امتحانات شهرية. طيب وبعدين كمان جايب لنا فاينل ريفيجن، مراجعة على المحادثات زي ما انتوا شايفين، مراجعة على المحادثات كلها بتاعت الوحدة والكلمات. وكمان بعد ما خلص الكلمات جاب بدأ تصريف الأفعال المهمة اللي عندكم في الصف الخامس الابتدائي، وبعدين جايب الجرامر. وبعدين بعد كده انتقل للجزء اللي بعده اللي هو أسئلة مهمة، بتبقى بقى أسئلة مهمة جاي بتيجي في الامتحانات، وكمان أسئلة بتبقى موجودة في الورك بوك وأسئلة عامة. وبعدين جاب كمان أسئلة بتاعة الامتحانات اللي فاتت، لو انتوا خدتوا بالكم الفهرس هتلاقي أسئلة الورك بوك
اسئله امتحانات نماذج، وكمان نماذج الامتحانات اللي جت السنه اللي فاتت، اللي هي الاسئله الاختياري. تعالوا اوريكم عشان تبقوا شايفينها. الاسئله الاختياري اللي كانت تيجي السنه اللي فاتت الامتحان لما كان جاي مجمع، وعباره عن اسئله اختياري بس. الامتحان الانجليزي برضو موجود، كل دي نماذج امتحانات. وجاب الاسئله اهي، اهي اسئله الاختياري من كل مكان محافظات اهي. وبعدين جاب امتحانات مجمعه من ادارات ومحافظات برضو، كل دي اسئله اللي جاي لما يدرب الطالب عليها، واسئله محافظات سابقه برضو. ده في الكتاب اللي معاك. طب احنا كده خلصنا عرض كتاب الصف الخامس الابتدائي بالبوستر اللي معاك. تعالوا بقى نشوف الكتاب بتاع الصف السادس الابتدائي برضو، البوستر اللي جاي معاه. ده برضو الكلمات المهمة على الوحدات. وبعدين كمان جايب الجرامر الملخص كله، وجايب كمان ازاي كتابة الباراجراف وكتابة الايميل والخاتمة، وازاي نعمل تحيات اهو. كل ده موجود هنا هوت في البوستر اللي جاي معاه. طب تعالى نشوف كتاب بقى الشرح نفسه، اليونت 1 هناخده كده كمثال. في الاول برضو جايب برين جيم اللي هو تفكير عقلي او تمهيد للدرس، وجايب بعد كده الكلمات، وجايب المحادثه، وجايب عارض لنا الحاجات اهوت لانجويج فانكشنز الوظائف اللغويه، وبعدين جايب اسئله على المحادثه، كل دي اسئله عليها. وبعدين انتقل للكلمات، بدأ يذكر هنا الكلمات المهمة اللي الطالب المفروض يحفظها، والتعريفات بتاعة الأماكن عشان الدرس بيتكلم عنها. وبعدين برضو جاب الوظائف اللغوية المهمة في الجزئية دي، وبعدين جاب أسئلة على جزئية الكلمات، جاب بعد كده جزئية تدريبات وجزئية جرامر برضو وحروف الجر، وجاب هنا أسئلة عليها. وبعدين في الاخر جزئيه الريدنج جاب الكلمات المهمه اللي فيها، وجاب القطعه المفروض عليهم قراءتها، وجاب اسئله عليها زي ما انتم شايفين معايا. بعدين بدا يعمل مراجعه على الوحده الاولى بالكلمات المهمه بالجرامر بكله، وبعدين هنا تسميع الكلمات اللي اخذوها في الوحده، وده جزئيه الورك بوك، وهنا جزئيه الازهر اسئله خاصه بالازهر، وبعدين امتحان على الوحدة الأولى ككل، وامتحان كمان تاني عليها، وفي الآخر بنعمل هنا الترفيه برضو. وبعدين تقييم زي ما احنا قلنا في الصف الخامس ابتدائي، بيعمل تقييم على الامتحان الأول والامتحان التاني، ويقيم نفسه بالدرجات من 1 لـ10، يبقى عايز يذاكر أكتر، من 11 لـ20 كويس، من 21 لـ30 كويس، كويس جدا، من 31 لـ40 ده ممتاز. بعدين بيدخل في الوحدة الثانية. طيب هو كده ماشي كده لغاية آخر الكتاب. تعالوا بقى نشوف، شفنا الكتاب الشرح وشفنا البوستر، تعالوا نشوف كتاب اللي جاي معاه اللي هو الفاينل ريفيجن واند اكزامز والامتحانات. قال لي برضو متقسم لمجموعة من البارتس الأجزاء. أول جزء مهارة الاستماع ومهارة الريدنج القراءة والكتابة، وبعدين امتحانات شهرية، وبعدين فاينل ريفيجن مراجعة على المحادثات، مراجعة على الكلمات. هوريكم كل ده دلوقتي برضو، بس أنا بعرفه لكم محتوى كتاب من الخارج عبارة عن إيميل فهرس. عندي بعد كده الجزء الرابع عبارة عن أسئلة كتاب الطالب، وكمان أسئلة عامة، وبعدين عندي مجموعة من الأسئلة فيها أسئلة أزهر، وفيها أسئلة امتحانات نهائية، وفيها أسئلة محافظات، وفيها أسئلة زي النظام اللي كان الاختياري فقط. تعالوا كده نشوف مع بعض أهو، هوريكم الشكل. أدا هنا المهارات أهي، دي في الأول جزئية مهارات، وكمان الجرامر بيرجع على الجرامر المهم أهو، كل ده وعلى الإيميل. وبعدين هنا امتحانات شهرية أهي، كل دي كده امتحانات شهرية، نوفمبر وديسمبر امتحانات الشهور. وبعدين الجزء الثالث عبارة عن فاينل ريفيجن امتحانات مراجعة عامة أو نهائية، بيجيب بقى كل المحادثات وكل بقى الكلمات المهمة بتاعت الوحدات كلها، والجرامر كمان كله بيراجعه، والباراجرافات المهمة والإيميلات المهمة. وبعدين بعد كده بيجيب أسئلة، الأسئلة المهمة اللي موجودة في الورك بوك، وأسئلة عامة، كل دي أسئلة أهي. بعدين بيبدأ بعد كده يدخل في امتحانات نهائية، ادا امتحان اهو، كذا امتحان بقى. وبعدين نماذج امتحانات، كذا نموذج. وبعد ما بيجيب النماذج برضو
بيبدأ يدخل في امتحانات اللي هي الأسئلة الاختياري اللي شفناها في السنة اللي فاتت من محافظات مختلفة، أسئلة اختياري أهي. طيب بعد كده بدأ يجيب امتحانات بقى مختلفة، إدارات، محافظات، أهو ده كده امتحانات، وبعدين امتحانات محافظات برضو سابقة، ماشي كده لغاية آخر الكتاب. طيب خلصنا كده مع بعض النهاردة في الفيديو ده عرض كتاب الصف الخامس والصف السادس من كتاب جيم الأضواء، ووريناكم هو كتاب جاي معاه ملحقات ايه والبوستر اللي جاي معاهم. دمتم في أمان الله.